جميع المشتركين تاع القناه نتاع السي مظاهر، سواء الناس اللي كيبغيونا ولا كينتقدونا، انا كنوجه تحيه للجميع. اليوم هذا الفيديو استثنائي مغاير على الفيديوهات اللي كنقدموا كل نهايه الاسبوع. هذا الفيديو هذا جاء في واحد الظرفيه خاصه، وكي كيعرفوا بعض المتتبعين مؤخرا كثر القيل والقال بخصوص المداخل او الارباح ديالنا من الفيديوهات اللي كنعرضوا للجمهور انا والاخ نيما. لهذا قررت اليوم انني كيف ذكروا بعض الاشخاص قبل كيقولوا واش ظاهر تقدر تكون عنده الجرأة ويكشف على الارباح ديالو، واخا حتى شي واحد ما كيقدر يقول هذا الشيء، هذا ما كيقدرش يكشف على الارباح ديالو نهايه كل شهر. انا ما عنديش المشكل، حيت ظاهر هذا الشيء، هاد الارباح هادو ماشي هو مصدر الرزق ديالو، ولله الحمد انا عندي العمل ديالي الحمد لله. ولكن دعات الضروره انني اليوم غنكشف جميع المسائل وكل ما كيتعلق ما بيني وبين الاخ نور الدين. مؤخرا واحد الشاب خرج بشي فيديوهات كيقول فيهم بانني انا شفار، وانني انا نصاب كنصب على نيبا وكنمخر ليه هذوك الارباح اللي كيدخلوا من الفيديوهات اللي كنقدموا كناخذهم ليه. ولهذا باش نوضحوا للجمهور الكريم انه الارباح اللي كيدخلوا من الفيديوهات اللي كنعرضوا ما كيطيحوش عندي انايا مباشره، كيطيحوا عند واحد الشركه اللي دايرين معاها عقده، هي الاولى اللي كتقوم لنا ببعض الخدمات وكتقوم بالخصم نتاع 30% من هذاك العمل اللي كتقوم به، و 70% كتحولها لينا، وهذيك 70% هي اللي كنقومو كل واحد كياخذ النص ديالو، انا كناخذ النص ديالي ونور الدين كياخذ النص ديالو. كيسبق لي ذكرت هذا الشاب هذا جا واحد النوبه، جا سجل مع نور الدين، سبق لي سجل مع نور الدين، الفيديو دار عنده 200,000. ما عمرو كان كينتظر بانه شي فيديو عنده في القناه ديالو غيدير 200,000 ولا مع 300,000. انا الله يسهل عليه، ما عنديش مشكل. من بعد عاود ارجع باش يسجل معاه، مني بغى يسجل معاه اصلا كيسبق لي ذكر انه عندنا عقده مع الشركه، هاد الشركه كاين فيها واحد البند كيلزمنا باننا الفيديوهات اللي كنقوموا بالتصوير ديالهم ما نحطوهمش في قناه اخرى، نحطوهم في القناه نتاع السي مظاهر، حيت هاد الشركه دازت معانا المرحله نتاع الانتاج، غتولي كتمولنا الانتاج وهذوك الاعمال اللي كنديروها. نور الدين واخا هو موقع، وانا كنقول لكم موقع على عقد كيلتزم فيه بانه ما يصورش حاجه اخرى، ولكن الارباح اللي كنحصلوا عليها من هذا الشيء هذا هو راه نهايه كل شهر كالاخ نور الدين كيحصل على المبالغ ديالو اللي كتسردها لنا الشركه. وحاليا باقي شي مبالغ عند الشركه، اللحظه اللي غنتصلوا بها عندهم راه غنسلمها لي، انا كنقولها نقدموا ليهم شي منتوج اخر جديد، نخلقوا ممكن نخلقوا شي شخصيه اخرى سواء ذكر او انثى، سواء في مجال الطبخ سواء في مجال الفن او مجال الرياضه، نخلقوا واحد الشخصيه اخرى. وكذلك كنتمنى مسيره موفقه للاخ نور الدين نيبا، نتمنى ليه مسيره موفقه. وكيبقى اخ راه ما بيني وبينه حتى شي حاجه، راه حنا كنهضروا باستمرار، ما مخاصمين ما حتى شي حاجه.
وكيف سبق لي ذكرت انه الاخ نور الدين بامكانه يشتغل مع اي شخص ويصور مع اي شخص. الحمد لله الدعم ديالكم، وكي قلت كي كي سبق لي ذكرت المشتركين سواء داخل ارض الوطن او خارجها، كنحييكم وكنضرب لكم موعد قريبا ان شاء الله باعمال جديده ولمسه جديده، اتمنى انها تلقى الاعجاب ديالكم.